فلاحة يعني زي الناس. إن شاء الله بكرة بالحصاد بيكون عنا حصاد وفير وخير وبركة من الله. كيف بدي اشرح لك الحياة الصعبة؟ لقيت انه في فراغ كبير بالبيت ومسؤوليتي كتير كبيرة، تجي تعد ايام والله ابكي لانه ما معي مصروف لاولادي. قريتنا معدمة والقرى اللي حواليها نفس الوضع، والاهالي هجرت اراضيها من التكلفة الباهظة لانه ما عم تطلع مكسورة، شيء غالي وله تكلفة كتير كبيرة، يعني بيروحوا على الصيدلية الزراعي بيتدينوا القمح، السماد، الادوية ليجي الموسم، الوضع ان احنا في وضع حرب. وقت صار الدعم الزراعي وفلحنا الأرض الحمد لله، وكل اليد العاملة بلشت بالعمل والشغل، يعني حسيت إنه اللي راح صار يرجع، والناس كلها بتشتغل بأراضيها وشجعت على الشغل وهلا بلشنا إن شاء الله مرحلة الحصاد، وأنا هلا نزلت الحصادة بأرضي وراح طالع موسم جديد وكويس إن شاء الله. السنة الجاية راح كبر موسمي وأزرع أكثر إن شاء الله، راح نوفي الدين إن شاء الله، بيعمل خير على المنطقة كلها يا رب.